أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة المقاولون العرب والمقرر لها الخميس المقبل والمؤجلة من الجولة السادسة للدوري. وكان اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة قد حصلوا على راحة سلبية أمس ليعودوا للتدريبات اليوم. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي. كريم اهلا بيك وطمنا على تدريبات الفريق النهارده. تحياتي ليك يا ايه واهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. بالفعل يمكن النادي الاهلي بيستأنف استعداداته الخاصه لمباراه المقاولون يوم الخميس ان شاء الله، المباراه المؤجله من الجوله السادسه. النادي الاهلي طبعا النهارده كان التدريب الساعه 3 عصرا، بدا التدريب كالعاده كابتن حسام البدري بمحاضره فنيه مطوله داخل الملعب، كان فيها طبعا بعض التحفيز للاعبين، الاشاده بالاداء في مباراه الاتحاد السكندري والمطالبه بالاستقرار على الاداء ده، وان هم الفتره اللي جايه كل لعيب بلغه الكوره يطلع كل ما عنده لاتحاد جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي منتظره حسم بطوله الدوري العام ومنها ان شاء الله الانطلاق الى البطوله الافريقيه. كابتن حسام النهارده كان خصص فقره تدريبيه للاعبين اللي شاركوا بشكل كامل في المباراه الاتحاد الاخيره، كان تدريب استشفائي، بعض الجري الخفيف وبعض الاطالات. بيحاول كابتن حسام النهارده يحافظ على القوام الاساسي اللي بيشارك بصفه مستمره للمباريات القادمه. لكن يمكن الخساره ان احنا فقدنا طبعا ايمن اشرف، واحد من النجوم خلال الفتره الماضيه. ايمن اشرف يمكن هيغيب شويه عن المباريات، مسألة العضله الخلفيه اتاكدنا النهارده من طبيب للنادي الاهلي الدكتور خالد محمود على حاله ايمن، لكن خلاص يمكن اتوضع له البرنامج الطبي اللي هيقوده الفتره القادمه، بجانب كمان استمرار غياب علي معلول و ايضا احمد حمدي ومروان محسن. يمكن احمد حمدي خلال ايام ان شاء الله هيكون متواجد في التدريبات الجماعيه. علي معلول الاجهاد في العضله الخلفيه من مباراه الاتحاد السكندري الاخيره، اطمنا كمان من الجهاز الطبي كان عايزين يعملوا له اشاعه، لكن يمكن من الكشف المبدئي تبين ان هي اجهاد وليس مزل، لان المزل بياخد طبعا فتره طويله والنادي الاهلي في احتياج لكافه اللاعبين المتواجدين لخوض المباريات القادمه. يمكن كمان النهارده كان الكابتن طارق سليمان خصص التدريب بقوي لحراس المرمى سواء علي لطفي او الشناوي شريف اكرامي، بيأدوا اداء اكثر من رائع، والنهارده كان في اشاده كبيره جدا بالثلاث حراس على المستوى وعلى الاداء المميز اللي بيقوموا فيه بالتدريبات. ويمكن زي ما كان اكد كابتن طارق وكابتن سيد عبد الحفيظ على ان شاء الله الفتره القادمه هيكون في حاله التدوير بين حراس المرمى سواء شريف اكرامي او علي لطفي او محمد الشناوي على حسب المباريات اللي هيخوضها النادي الاهلي الفتره القادمه. هنشوف بعض التدوير لحراسه المرمى زي ما كابتن حسام بيحاول ان هو يعمل تدوير في اللاعبين، هيكون كمان في حراس المرمى. غدا بمشيئه الله يكون التدريب في الساعه 3 عصرا، ومن بعدها توجه النادي الاهلي الى احد الفنادق المتواجده طبعا الى الاستاد اللي يخاض عليه المباراه للاستعداد القوي لمباراه الاهلي والمقاولون العرب. كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا. شدد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية مواجهة الفريق مع المقاولون العرب خلال الأيام المقبلة في إطار منافسات الدوري الممتاز، خاصة أن المباراتين متتاليتين ويفصلهما مدة لا تزيد عن 5 أيام مما يزيد من صعوبتهما. وأضاف أن المقاولون من الفرق القوية والتي تقدم عروضا جيدة، كما يضم بين صفوفه عناصر فنية وخططية مميزة، وهي جميعها أمور يعلمها الجهاز الفني جيدا، وهو ما يزيد من أهمية المباراة. وما زلنا مع البدري، حيث رفض المدير الفني أي حديث عن حسم الأهلي لبطولة الدوري، مشيرا إلى أنه لن يلتفت لهذه الأحاديث إلا مع نهاية المنافسة، خصوصا أن البطولة يتبقى على نهايتها جولات كثيرة وتحتمل الكثير من المتغيرات. وأشاد البدري في ختام حديثه بأداء اللاعبين والتزامهم الخططية مما ساعد على تحقيق الفوز في المباريات الأخيرة، مطالبا الجميع بضرورة التركيز في المباريات المقبلة حتى يحقق الفريق هدفه بالفوز بكل البطولات التي ينافس عليها.
قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن ملف التجديد للثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي لا يزال مفتوحا، حيث يتم التواصل في الأوقات المناسبة في ظل ضغط المباريات الذي يواجهه الأهلي في الفترة الأخيرة. وأوضح عبد الحفيظ أن إطالة مدة المفاوضات لا تقلل نهائيا من قيمة وقدر الثنائي في ظل تمسك الجهاز الفني بهما وبإمكانياتهما، إضافة إلى رصيدهما المميز والذي يقدره الجميع داخل الأهلي. قرر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سفر سيد معوض مدرب الفريق إلى الجابون يوم 20 فبراير الجاري لحضور مباراة الإياب بين فريق ريال كاديوجو بطل بوركينا فاسو وفريق مونانا بطل الجابون، والتي تقام في إطار منافسات دوري 64 لدوري أبطال إفريقيا. وجاء قرار البدري حتى يتسنى للجهاز الفني مراقبة الفريقين ومعرفة نقاط القوة والضعف، ويواجه الأهلي الفائز من مواجهتي مونانا وريال كاديوجو، وسيقام الذهاب أحد أيام 9 و10 و11 مارس المقبل، بينما مباراة العودة أحد أيام 16 و17 و18 من الشهر ذاته. كلف الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول دكتور أسامة مصطفى طبيب فريق الشباب بالأهلي للقيام بمهام عمله خلال الفترة المقبلة لحين عودته من ألمانيا، ويرافق الدكتور خالد محمود لاعب الفريق المدافع رامي ربيعة في رحلة سفره للخضوع لفحوصات طبية في ألمانيا. إداريا يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اجتماعا في 3 من عصر غد الأربعاء بفرع النادي بمدينة نصر لاستكمال جدول أعمال الجلسة السابقة ومناقشة العديد من الأمور الإدارية المهمة التي تخص النادي في الفترة القادمة. ويبحث المجلس ملف الإنشاءات سواء في مقر النادي بالجزيرة أو فرعيه بمدينة نصر والشيخ زايد والعديد من الأمور التي تهم النادي على الصعيدين الإداري والرياضي.